اليوم كان اجتماع جمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للبرلمانيين. اليوم انتقلت الرئاسي من تركيا إلى الجزائر، هنالك قضايا وضعت على جدول الأعمال يتم الحديث فيها بشكل مباشر. بمنتهى الصراحة، نحن كفلسطين نؤمن في دور الجزائر ومكانتها، ونؤمن في رغبة الجزائر في أنها ترغب في أن تستعيد مكانتها وتأثيرها، سواء كان في المسار العربي أو الإسلامي. هي الآن ترأس القمة العربية، وهي منذ الغد ستصبح في رئاسة اتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مستوى البرلماني. وتم الحديث في عديد القضايا، أهمها فيما يخص في مراكز الأبحاث أو آليات تنسيقية للعمل في مراكز الأبحاث التابعة للبرلمانات الوطنية، وثانيها متعلقة بما يمكن أن يسمى تبادل الخبرات والتدريبات وآلية تنسيقية. فلسطين تؤمن بدور الجزائر وبقدرة الجزائر، ونحن نعول على أن العام القادم اللي هو فترة ولاية ورئاسة الجزائر ستكون على الأقل مؤثرة حاسمة تدفع باتجاه تطوير وتحديث آليات العمل في هذا الاتحاد. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.